السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear Ganyat, how are you? This is your course plan. Yes, reading from Surah An-Nas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. Yes, all. Now practice on the book of Nur al-Bayan, reading Arabic words. Yeah, practice the three short vowels, Fatha, Dhamma, Kasra. Page 39. أذن، بهت، تلي، ثقب، جمع، حمد، خلق، دعي، ذبح، رحم، زرع، سئل، شكر، صعق، ضرب. طرح، ظلم، عتق، غلب، فعل، قتل، كتب، لعن، منع، نسف، فحص، هدي، بأس، نبل، كثر، نقص، طلق، رطب، فصح، ورع، سهل، حسن، كبر، حزم، أصل. Again this part. نقص، طلق، رطب، فصح، ورع، سهل، حسن، كبر، حزم، أصول. That's all. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.